جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ الحديث الذي في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء، يعني لحافظ. فقال: حدثني. فقال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح ذاك الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. فقال رضي الله عنه: إذا انكسر لن يغلق، لأنه لو انفتح لبقي، لكن لما انكسر لا يمكن أن يقوم باب. فقيل لحذيفة: أكان عمر رضي الله عنه يعلم من هو هذا الباب؟ فقال: نعم، كما أنما بعد الليلة غد، وقد حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني هو يدركه ويفهمه. قال بعضهم: فهبنا أن نسأله، فسألناه عن هذا الباب فقال: إنه عمر. وبالفعل فإنه لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصلت الفتنة في عهد عثمان ووقع السيف في الأمة، ومن ثم فإن هذا السيف لن يرفع إلى قيام الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام.